مع بعض النهاردة مربى الفراولة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة بقى مربى فراولة. عندي كيلو، كل كيلو فراولة بياخد نص كيلو سكر. معايا كيلو فراولة حطيت عليه نص كيلو سكر ولقعته وحطيته ليلة في التلاجة، جابت الشربات اللي هو ده، شايفين الشربات اللي فيها ده؟ أو مش السكر، السكر شربت السكر اهي، نقعتها يوم كامل في التلاجة. اغسليها وتنضفيها، غسلتها ونضفتها أوي بخل وليمون وقطعتها اهي قطع وحطيتها في التلاجة ليلة كاملة يوم كامل. وعندي ليمون معلقة، هنحط عليها معلقة ليمون، عصير ليمون. وعندي معلقة جيلي، جيلي فراولة، دي اللي هيخليها لها لونها جميل وهتبقى زي فراولة الشركات بالظبط. معايا كوباية مية، نص كوباية مية سخنة، هقلب فيها معلقة الجيلي. هرفعها بقى دلوقتي على النار. متقطعهاش بقى عشان تبقى فوق. رفعتها على النار اهي، لما تغلي بقى هتعمل رغاوة كده زي ريم كده على الوش كده، ده هتشيليه خالص. نجيب حاجة كده ونحطها في الفرن. تغلي اهي بقى، بتعمل رغوة كده، الرغوة دي والمربى ما بتتغطاش عشان ما تفورش، لو اتغطت هتفور، ولما تكون عاملة كمية أكبر تحطها في حلة أكبر، حلة كبيرة. هتعملي 2 كيلو تعمليه في حلة كبيرة، عندي تعملي كيلو وما تغطاش عشان بتفور، لما تغلي بتفور. هتشيلي من عليها بقى الرغوة دهيت، لما تدي رغوة كده تشيليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب لها بقى ليمون، اعصر عليها الليمون. لها معلقة ليمون، عصير ليمون. بس انا ما اعصرهاش الليمون لما تاخد غلوتين كده. الليمون مادة حافظة ويخليها تربط وتبقى حلوة طعمها جميل ومتبقاش مسكرة أوي. ودايما تقلبيه، معاه في التقليب على طول. هي بتاخد حوالي على النار تلت ساعة كده ولا حاجة. عايز يضربها في ال، عايزها قطع بيسيبها زي ما هي كده، قطع الفاكهة باينة فيها، قطع الفراولة فيها كده. عايزاها بقى تبقى تضربها في الخلاط، لما تبرد تضربها في الخلاط وتحطها تاني تاخد غلوة. تكوني بقى معقمة البرطمانات وغسلاها ونشفها كويس، اللي انت هتحط فيه حط في برطمانات ازاز. هنعقم البرطمانات بنحطها في ميه تغلي تاخد غلوه كده ونشيلها ونحطها تنشف، منففه خالص، نشف ميبقاش في ميه في البرطمانه اللي هنحط فيه خالص.
لسه كل ما تغلي كل ما بتقل، وبعدين لما اول ما تغلي تعالي البوتاجاز لما تغلي توطل ريحتها بقى وطعمها بتطلع جميلة جميلة أحلى من الجاهزة 100 مرة. لازم تقفلها وتقلبيها، مش تحطها وتسيبها وتشوف اي حاجة. حطيت بقى معلقة جيلي ونص كوباية مية سخنة عشان الجيلي يدوب في المية. بقى لون جميل ازاي، الله جميل، طعمها كمان جميل. انا ضربتها في الخلاط وضربتها بالهاند بلندر. اللي عايز يحطها يسيبها قطع كده، في ناس بتحبها قطع يسيبها كده. تقلب قلبة واحدة بس كده، قلبة واحدة بس، وادفع عنها بقى عشان الجيلي كده بقى استوت معايا بقت جميلة. هتضرب بقى بتتقل شوية تحشي بقى بيها صوص رول مربى.
شايفين بقى لونها جميل ازاي، قوامها جميل، طعمها جميل، ولما تبرد شويه كمان هتتقل اكتر. تدخل معاك اكتر كده بقى، حطها في البطرمان. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف اللونات وقوامها وقطع الفراوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو فراولة عامل معايا مربى جميلة، حتى عشان ولا خس ما خستش قوي يعني، جميلة اهي. شايفين لونها في البرطمان جميلة ازاي؟ الله. شايفين اللون؟ الله، الطعم بقى بتاعها جميلة. هتبرد شوية كمان هتتقل اكتر. متغطيش البرطمانات بقى لما تبرد، تبرد خالص. شايفين شكلها ولونها جميل؟ شوفوا بقى الفراولة بقى، شايفين السمك بتاعها؟ ولما تبرد كمان هتطلع اكتر. شايفين بقى كيلو فراولة عامل لي برطمانين اهوت، وادي برطمانين كمان اهو. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة لو عجبتكم الوصفة بتاعتي. مع بعض النهاردة مربة الفراولة.